النهاردة هنعمل صوص الجبنة شيدر، يا سلام عليه وهو في ساندويتش البرجر ولا وهو بيجري على البطاطس المحمرة. صدقوا جعت. يلا نشوف هنعمله ازاي. هندوب 4 معالق دقيق في نص كمية اللبن، وبعدين هنحط بقية كمية اللبن في كسرولة على النار، وهنضيف عليها اللبن بالدقيق اللي دوبناه، وبعدين هنضيف الجبنة الشيدر ونقلب لحد ما تسيح، وبعدين رشة ملح، وكده الصوص جاهز عندنا. صوص الجبنة الشيدر ولا أروع، اعمليه كتير علشان هتستخدميه في أكلات كتير. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.